اولا يعني الحمد لله يعني كان الهدف ديالنا هو نحصدوا ثلاثه نقاط باش خلينا نشوف الطريق صحاح واحد الارياح اكثر. فبدايه الموسم باقي الدراري ما ارتاحوش، كاين بزاف العوامل اللي كتخلي المستوى باقي ما نضاروش مستوى كبير، مي الحمد لله في هذه القايشه كتهم النتيجه اكثر من الاداء. احنا كنبحثوا على النتيجه في انشاء ان شاء الله نتحسن الاداء ان شاء الله ونكون في مستوى مطلوب ان شاء الله في مستوى المقدم. الجمهور صراحه شي بلا من زعما معروف عليهم من شحال هذه واحد الدعم كبير كيعطيونا واحد لو سوتيان، مشكورين على داكشي اللي كيديروا من اجل الفريق ومن اجلنا حنايا. حتى حنا بدورنا كنشكرهم وكنتبادلوا معهم نفس الشغف ونفس الحب ديالهم. كنتمنوا ان شاء الله يكمل هذا الحب وهذا التعلق بيناتنا بجوج تعقلهم كيف كنقولوا باش ان شاء الله يبقى ديما الفريق فوق ان شاء الله. ودي يحيى جبران للجماهير الوداديه. وفريق الوداد ما تقدرش توعدهم شي حاجه، يعني ديما كتلعب من اجل الالقاب، كتلعب من اجل الرتب الاولى. فاحنا وياهم ان شاء الله خدامين ان شاء الله باش يبقى ديما الفريق فوق ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.